ايه رايك في الصحوبيه بين البنات والولاد؟ عباره عن ايه يعني؟ يبقوا اخوات ولا صحاب ايه يعني؟ يعني يبقى في بينهم كلام وكده؟ لا مش اي كلام. امال ايه؟ كلام بيجيب كلام. وطبعا الولاد مع البنات يعني شيء مش حلو. كل بنت النهارده شايله تليفون وولد شايل تليفون، مش عاطفي، مش حلو. لا مش حلو ان هما يشيلوا تليفون؟ لا مش حلو. امال ايه حلو؟ يعني هيشيلوا تليفون، ما التليفونات هي اللي بتبوظ البنت في الاول. اول حاجه تتعرف على الولاد وكده، ولد واتنين وتلاته، يعني مش حلو ان هو يتعرف على البنات الولاد ولا هما اللي يشيلوا تليفون. لما يعدوا السن يعني المفروض تبقى في تانيه ثانوي، مع خطيبها اللي تجيب تليفون، مش عارف ايه كده. بس هو ده اول عن ايه. طب ما في ناس عادي ممكن يكون معاها تليفون وتبقى محترمه. مش كل في ناس كده فعلا، مش كل البنات في، لكن التليفون مهما يكون برضه قد لزومه. الشيطان بيساوسه في دنياه كده ولزوما، يعني مش هدنا زي ما هي. المحترم مش بيفضل محترم. مش بيفضل؟ لا لا بيفضل عادي. لا لا والله المحترم مش بيفضل محترم، لان ارمم حاجه التليفونات مع البنات بالذات. اه والله. طب والتليفونات مع الولاد؟ مع الولاد برضه بيعملوا حاجات مش حلوه. دي ولد يعني ما حدش يخاف عليه، لكن البنت، البنت اللي خاف عليها طول ما هي معها تليفون. وجه رساله للبنات بقى. نصيحه يعني مش شيلوا تليفونات، لان التليفونات هي اللي بتبوظ البنات، ده معروفه يعني. صمم بقى. اهم حاجه يعني هي التليفونات هي اللي بتبوظ البنات، دي معروفه. لان كل بنت بتشيل تليفون لازم أن تمشي مع ولد. لا والله ما لازم خالص. ايه مش لازم خالص. لا يعني اي يعني في بنات تفرق عن بنات. هقول لك حاجه، عندك اخوات بنات؟ معاهم تليفونات؟ لا استحاله. ليه؟ مش ارضى شايله تليفون. عندها كام سنه؟ في تاني اعدادي كده. عشان لسه يعني لما توصل تخلص تالتة اعدادي اولى ثانوي هتمسك تليفون. يعني في تانية ثانوي لما تنخطب خطيبها بتجيب لها التليفون، لكن انا مش هتشيل تليفون. لا يعني خطيبها اللي يجيب لها كمان، مش انت اللي جيبه لها. لا مش قصة فلوس وكده، قصة ان هي مش هتشيل تليفونات. لما سنها يعدي وكده تبقى تعتمد على نفسها، لكن اي بنت دلوقتي تطلع من الاعدادي هتلاقيها شايله تليفون. صح. ومعظمهم برضه قبل الاعداد تلاقيهم شايلين تليفونات، والتليفونات هي اللي بتبوظ البنات وكده. وانت رايك ايه؟ مش صح؟ هو مش دايما عادي، في ناس ماشي اقول لك تليفونات بتبوظهم، في ناس تانية لا محترمه وعارفه حدودها وعارفه هي بتعمل ايه، ومش تليفون اللي هيعمل فيها كده. انت قلت ان المحترم مش بيفضل محترم، بس انا من وجهه نظري ان المحترم محترم. هي لو بنت محترمه عمرها ما هتبص لك كده، لو شالت تليفونات الدنيا كلها عمرها ما هتبص لها ولد ولا كده. بس لو البنت في دماغها حاجه تليفون غير تليفون، وفي دماغها حاجه تعملها تعملها.